اتفضل يا حاج سوق، ادي نسخه من المفتاح بتاع شقتك. نسخه ايه يا عم؟ هات المفاتيح كلها. ينفعش اديك المفاتيح كلها؟ افرض لا قدر الله الشهر اللي جاي ولا اللي بعده اتزنقتوا في الوصولات وما قدرتوش تسددوا اللي عليكم، ساعتها اعمل ايه؟ نسخه المفتاح معايا بتاعت شقتك، اخش افتح اقعد براحتي. طب ما انت دخلت قبل كده من غير مفاتيح عادي. لا مش عادي، وما تركبنيش الغلط. المره اللي فاتت انا جيت وخبطت ما حدش رد عليا، عملت انا ايه؟ استنيت قدام باب الشقه لحد ما انت جيت وشفتني بنفسك، بس كل اللي طالع واللي نازل كان بيبص عليا بصه الا. يا عم بقى تعالى في اي وقت، بس تعالى لوحدك. ماشي. ايه ده؟ دي مرات الحمام بتاعتي. ايوه يا جدع بتاعتك. اصل لا مؤاخذه يا معلم سرور، ناني مراتي كانت بتبص على نفسها قدام المرايه وبتقول لي ان المرايه دي بتخسسني، بتخليني سمباتيك، وبيني وبينك انت ما يرضكش انك انت تصغرني مع ناني ولا تصغرني قدام السمباتيك. يا سيدي مش هصغرك. يلا امشوا بقى قبل ما المدام تشبط في اوضه النوم. والله شبطت في اوضه النوم. بس بيني وبينك انا قلت لها عيب ما يصحش، يعني افرض انا طلبت منك اوضه النوم وانت رفضت. لا اصيل يا عبدول. مش عارف اجيبها لك ازاي. قولها. اصل ناني تبعت في البوتجاز بتاعك بتقول لي ان الفرن ما بيحرقش الاكل. يا عم ما تشغلوني عندكم خدامه بالمره. المدام بتاعتك دي بتقلبني ولا ايه؟ يا عم مرات اخوك وتمعت في البوتجاز، وبيني وبينك البوتجاز بتاعك بيسوي الاكل على الهادي، اي وقت يا سرور حبيت ان انت تيجي وتعدي تتغدى تتعشى تحت امرك، صينياتك فرناتك بوتجازاتك. بقول لك ايه؟ طب سيب لي التلفزيون ده بعد اذنك. يا جدع سيب لك تلفزيون، انت ما بتفهمش، ده التلفزيون بتاعي. اخوك بتدلع عليك، تلفزيوناتك، ريموتاتك، قنواتك. عايز الانتريه ده في حاجه.